وين نروحوا؟ هرع المزرعة هرع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتابعي قناة اندرويد 18. اذا شباب اليوم عندي تعقيب بسيط وتعليق بسيط جدا عن فيما يخص بطولة كود موبايل. ركزوا بالصورة الاولى يعني قبل ما نخوض في التفاصيل، ركزوا جيدا وركزوا في الصورة الثانية. شفتوا الصورتين الحين؟ اوكي يلا الحين راح نخوض في التفاصيل ويمكن ترجعون للصور بعد ما نخلص هذا المقطع. اوكي شباب، ذكرت لكم سابقا انه البطوله ممكن يوم ما قبل يوم امس فقط، يعني ذكرت لكم انه البطوله العالميه تم تاجيلها، يعني تم الغاء البطوله حاليا في الوقت الراهن وتم تاجيلها الى اشعار غير معروف. فاليوم شباب نزل، يعني او امس نزل انه بطوله اخرى راح تكون في طور الباتل رويال، لانه الاولى اللي تحدثنا عليها راح تخص الطور الجماعي، وراح يعني نعيد الشرح لتفاصيل بعض التفاصيل يعني اساسيات هذا البطوله بالنسبه للاشخاص اللي ما شاهدوا المقطع اللي نشرته. اوكي حتى بالنسبه للمشتركين الجدد على القناه. اوكي فيما يخص الطور الجماعي، البطوله شباب العالميه اللي تحت يعني التصرف الكلي لشركه اكتيفيجن وتيمي، اوكي حتى نكون في الصور، هي بقيمة مالية رهيبة جدا شباب، وذكرت لكم القيمة المالية، لمن يحصل المركز الأول راح يحصل 100,000 دولار، المركز الثاني 50,000 دولار، المركز الثالث راح يحصل 25,000 دولار. أوكي ليش أنا أذكر لكم هذه التفاصيل الحين حتى أعطيكم تفاصيل أخرى؟ أوكي حتى أنه في هاد اللي تنظمها بشكل رسمي شركة أكتيفيجن وتيمي، هي باسم يعني اسم البطولة الكامل هو كود موبايل شامبيونشيب 2020. اوكي حتى نكون في الصورة. شباب هذه البطولة تحت الرعاية التامة والكاملة الى شركة اكتيفيجن وتيمي، فلهذا القيمة المالية مرتفعة جدا شباب، حتى انه لو تسجل فقط يعني تدخل وتسجل بمجرد التسجيل في للمشاركة في البطولة راح تحصل جوائز مجانية، من بينها يعني إطار يخص صورتك على اللعبة، وفي بعض الصناديق اللي تكون أول باكجات اللي تكون باللون البنفسجي يعني كتحفيز للاعبين، حتى تقريبا حتى الكل يسجل وما إلى ذلك، وفي نظام لكيفية التصنيف وكيف والمستوى اللي لازم تشارك به وما إلى ذلك. شباب يعني شرحت كل التفاصيل سابقا، يمكن ترجعون للفيديو اللي نشرته عن البطولة العالمية وتشاهدون كل التفاصيل اللي شرحتها. الحين راح اتكلم عن البطوله اللي تخص طور الباتل رويال. فيما يخص البطوله ركزوا معي جيدا، اللي تخص طور الباتل رويال شباب ليست بطوله عالميه. اوكي لماذا؟ ولهذا خليت لكم الصور في بدايه الفيديو. اسم البطوله هو اونلاين تورنمنت، هذا هو الاسم الخاص بالبطوله، اصلا هي يعني مش بطوله عالميه. زائد ضف الى ذلك شباب البطوله هاي منظمها شخص هو ايضا يعني كأنه مطور، اوكي مطور او موظف في لعبة كود موبايل، هو يعني اللي سوى هذه الحركة.
على أساس يعني يحفز شوي لاعبين وما إلى ذلك. يعني هذه البطولة شخصيا راح أعطيكم القيمة المالية للشخص اللي يحصل، مش البطولة يعني ما راح يحصل بطولة، لأنه ما فيش بطولة، ما فيش تصنيف ولا يعني ولا واحد يعترف لك أنه هذا حصل البطولة العالمية. لماذا؟ لأنه هذه البطولة شباب راح تكون شهرية، بطولة شهرية. كيف شهرية؟ يعني كل شهر فيها فائز، هذا الفائز وراح أعطيكم الوقت أيضا راح تمتد من الشهر الخامس شباب إلى غاية شهر الخامس 2020 إلى غاية شهر واحد من سنة 2021، يعني كل شهر متجددة. فهمتوا كلامي كيف يعني؟ بهذا الشكل أنه كل شهر في فائز، هذا الفائز راح يحصل 100 دولار. هذه القيمة المالية اللي تخص طور الباتل رويال وليست بطولة عالمية شباب. اوكي راح تكون بطولة شهرية نظمها شخص، يعني كيف راح اسميها يعني، المهم كيف هو راضي يعني يسوي هذه البطولة. واكيد انه اللعبة ما عندها هو بما دام انه هو موظف لدى الشركة فعادي يعني، اكيد انه الشركة تنشر البطولة وتحاول تسوي له ايضا حتى دعم اخر ليه، هذا شيء عادي طبيعي. لكن هي ليست بطولة عالمية شباب. فيما يخص البطولة العالمية لطور الباتل رويال يعني ما في ذكر أي تفصيل يخص البطولة العالمية لطور الباتل رويال. الشيء المؤكد أنه بطولة عالمية للميلتي بلاير أو للطور الجماعي، حتى يعني تكونون واضحين شباب وتكون عندكم فكرة لكل ما يحدث باللعبة. صراحة والله ما كنت راح أنشر الفيديو لأنه حتى لو تشاهدون شباب يعني أنه حتى لكيفية التسجيل والله يا أخي تعطيهم أنت 100 دولار يعني وما تشارك، وحتى لو تحاول أنك تشارك ممكن أنك تلاقي يطلع لك في اللعبة أنه خلاص تم التسجيل لكل الأشخاص وتنتظر للشهر القادم بحول الله. أوكي يعني هاد كل التفاصيل اللي كنت أود أن أشاركها معكم في هذا المقطع. أي استفسار آخر شباب اتركوه في التعليقات، سوف يتم الرد بإذن الله إن تطلب الأمر. كالعادة أن أنشئ فيديو حتى يعني أوصل لكم الفكرة بشكل أوضح، فليس لدي أي مشكلة شباب. وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم المتواصل شباب، وخاصة خاصة للأشخاص اللي كلهم يشاركون فيديوهاتي شباب، والله تحية كبيرة يا شباب ومن صميم القلب. أوكي المهم دمتم في رعاية الله وحفظه، أترككم مع بقية الجيم حتى ما أحرق عليكم أي شيء. إن أردت أن تستكمل الفيديو فيلا لايكاتكم شباب، لا تنسى اللايك مجاني. دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة شباب. ياخذون علينا هاي جراوند كارثة. أوه هذا عنده سنايبر انتبه. يا اخي وين واحد فوق واحد. راح ارميك سموك. يا اخي هذا ايمو كارثة هذا. تعال تعال عندي جام. ايه على بالي سنايبر فوق جبل. هذاك هو اللي تعبنا. هلك لي الدرع. ايه حط وين شكون اللي حط ايربون؟ ها هو حسين. ايوه شفته شفته. Reloading.
هلكنا على بالك. بس كان فوق وكان تيم لتحت. ايه. ثم كان الدير مش عاد تستطيع. لقيت درع. ما لقيت والله ما لقيت، عندي واحد مدمج. اتوقع شفت واحد اخذ الدروب. كان دروب تحت، ايوه شفته انا نزلته. قوة اثنين. Chip terminal is almost ready. Reloading. وزل تيمو. عندك. Your teammate has been killed. Get the dog tag. وين؟ يا حسون هو وين؟ في البيت. اي في البيت، برا البيت. خليه راح ينزل. خليه ينزل ولا يموت بالزون. كفو هندراي. يلا جيب. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.